اوكي ايدي. هاي بنات، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم الفيديو انا لو تعرفوا قدي متحمسه، يعني مستحيل 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 مستحيل. راح احول نفسي اليوم بالميك اب لشاب. انا راح اكون اليوم شاب، راح احاول قد ما بقدر. شوفوا قد ما بقدر انه انا اسوي هذا التشالنج، بس اذا ما زبط معي عادي عادي، انا بعمري بحياتي ما سويته قبل هيك، فعادي انه انا اغلط فيه وعادي انه ما يطلع معي مزبوط. راح اعمل كل شيء بقدر عليه عشان اتحول لرجال بالميك اب. فانا بسبب هذا الفيديو انتصب علي ثلاث مرات انتصب علي بسبب هذا الفيديو حرفيا. طبعا انا شفت كتير توتوريالز على الانترنت عن بنات بيتحولوا للشباب، طبعا بالميك اب، لا تفهموني غلط لو سمحتوا، انا قصدي بالميك اب فور فن، مش قصدي شيء ثاني ابدا، اوكي؟ فشفت كتير توتوريالز لبنات بيتحولوا من بنت لرجال بالميك اب وبيرسموا اللحيه بالميك اب. انا ما كنت حابه هيك، انا كنت حابه انه انا اشتري لحيه، عارفين الفيك بيرد والفيك الشنب، انا كنت بدي اشتريهم، هدول اللي بينحطوا بالافلام. بس ثلاث مرات ادخل على ثلاث مواقع مختلفه يسحبوا مني فلوس ويطلعوا نصابين. فبالاخير زهقت، قلت خلاص، قلت انا كثير متحمسه لهذا الفيديو، انا ما بدي انه انا أأجله أكثر من هيك، أنا صار لي تقريباً أكثر من شهر عم بأجل فيه بس عشان أنا عم استني لحية وشنب، فقلت خلص أنا رح أحاول إنه أنا أرسم لحية وشنب بالميك اب، عاد زبط زبط ما زبط خلص يعني مش مشكلة تمام. فحب إنه أنا أخبركم بس يعني إنه أنا بسبب هذا الفيديو انتصب علي بتقريباً 1000 درهم. خلينا نبلش بالفيديو على طول، أنا كثير متحمسة أشوف شكلي، كيف شكلي رح يكون أنا رجال. طبعاً بما إنه أنا ما عندي لحية فرح نحاول إنه نحن نخلي الموضوع يعتمد أكثر على الكونتور. فا يس خلينا نبلش. في البداية رح أحاول إنه أنا أرسم الحواجب تبعت الشاب، طبعاً أكيد يعني أكيد معروف إنه حواجب الشباب بتكون أكيد سميكة وغليظة ومش نفس حواجبنا أبداً أبداً، بتكون أسمك بكثير وما بيكون في من هون هيك هاي الميلان، بتكون هيك شارب من هون اغلبهم. طبعا هو يعني في كذا حاجب في الدنيا، يعني احنا رح نحاول قد ما نقدر انه نحن نخلي الحواجب تكون ميسي مش مرتبه ولا منظفه. طبعا في بس يعني قليل الرجال اللي بيقعدوا بحفوا حواجبهم يعني، فاحنا رح نخلي الحاجب هيك يكون ميسي. انا بدي احاول انه انا اخلي يكون شاب حلو فاهمين بنفس الوقت يعني، وبدي الحاجب تبعه يكون طويل شوي عشان معظم الشباب بحس حواجبهم بتكون طويلة. حاسة اني شوي تهورت من هون يعني، اوكي خلي هيك تمام. حاسة اني راح انصدم لما اشوف شكلي كشاب. احنا بدنا نحاول ان احنا نخليه شوي شاب صايع هيك، ما بدنا نخليه شاب هيك انيق ومرتب، عشان الشاب الانيق والمرتب بده بدلة، بس بالستايل هذا اللي انا لابسته لازم يكون شاب صايع شوي. اوكي بدي اقعد اسوي هيك شوي عشان بدنا نخلي الحاجب يكون هيك مش اون بوينت يعني، مش مرسوم محدد بالضبط، يكون شوي هيك. من بدايتك شكلك حتكون شاب قبيح. ما بدي اخلي كثير الحواجب تكون سميكه، يعني بدي اخليك عادي يعني حلو شوي. بدي اسوي شغله بالحواجب اوكي، عشان قلنا احنا بنكون شاب صايع، فبدنا ناخذ شوي كونسيلر ونقص له حاجبه من هون هيك يكون قال يعني هو قاطشو بالموس. طبعا انا يعني دونت جادج، رح احاول قد ما فيني انه انا اخلي الشيء حلو يعني، ف لا تحطموني بليز يعني. اوكي حستخدم هلا الكونتور اللي عندي، رح استخدم كونتور هيك لونه عشان يكون مايل للطبيعه اكثر اللي هو على جراي، ورح ابلش انه انا ارسم الفك تبع الشاب اللي عندنا، ضبطه احاول اخليهم نفس الشيء. بالعاده هم عندهم هاي كمان اللي بتكون نفس هيك، من عند العين لازم نعمل هيك عشان تكون يعني دخله العين هيك شارب اكثر او محدده اكثر عندهم غير عن عنا. وعندهم هم هاي اوكي، من ناحيه الانف بكون هيك عادي، هون شوي هون شوي. بلشنا انا اكون رجال من اولها صح. معظم كمان الرجال لما نلاحظ عليهم بنحس انه في عندهم هون عظمه تكون تحت الحاجب، فبدنا نسوي لها كمان كونتور. هلا انا راح استخدم الفرشه عشان بس ادمج الاماكن اللي انا عملت فيها الكونتور، الاماكن الصغيره
عند العين ما بدي ادمجه كتير، بدي اخليه عشان هو مبين لي التحديد اكتر هون شوي. بس كمان انا وقت انا بدي ادمج بدي يعني بدي اركز انه انا بدي اتعامل مع هدول الخطوط البنية كأنهم هم دخلات جوات الوجه، فما بدي كتير 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 ادمجهم عشان هو هيك هيك هذا ميك اب يعني اول عن اخر، وميك اب بس للتصوير يعني مش لشي تاني. فبدي شوي الخطوط تكون واضحة اكتر عشان تبين الملامح اكتر. هاي مثلا هجيب شوية فرشة، فرشة دمج وادمج هذا الشيء هون كمان. غالبا الرجال ما بيكون عندهم هذا الدقن المبوز، فنحن بدنا نقصه نفس هيك وبدنا نسوي هاي يعني هيك for fun. اوكي فرح نسوي هاي وراح نخلي هيك الوجه، نخليه نحاول نخليه شوي قصير من هون. والله العظيم بتعرفوا كيف زعلانة انا، كتير 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 كان نفسي اللحية تكون موجودة عشان تعطي الافكت الحقيقي يعني. كمان راح اخذ شوي من الكونتور وراح احاول شوي احطه هيك طريقة طبطبة، بس حسن انا قاعدة عم بحول نفسي لواحد مدمن، بس يعني لازم اخشن ملامحي فاهمين حساس يعني ما تكون ملامحي بنوتية اوفر يعني. هلا بدي اجيب الكونسيلر تبعي وبدي احطه على الاماكن اللي بدي اسوي فيها هايلايت، مثلا هون هون بدي ادمجها بالفرشة. لو طبعا رقبتي كانت مبينة كنت رسمت كمان تفاحة آدم. بدي اسوي هون وهون هيك هالشكل، بحيث انه هاي تكون دخلة وهاي الاثنين بارزة. هاخد الكونسيلر كمان وبدي احط هون بس ابرز هالمنطقة تكون كأنها هاي يعني هاي طلعة دخلة. راح اخد شوية برونزر بدي امشي على هاي شوي. هلا بدي اجي على الشفايف، طبعا بدي اصغر الشفايف اكيد يعني، وبدي ارجع ارسمهم من اول وجديد. هجيب البلاينر مش عارفه طلعوا شفايفه غامقين والله انا عارفه توقعت هيك اللون يطلع. هلا بدنا نيجي على اصعب شيء بالحياه اللي هو رسم اللحيه. عشان رسم اللحيه رح استخدم جل الحواجب تبع انستازيا درجه شوكليت. عشان اسوي هذا الشيء رح استخدم فرشه نفس هيك تكون، وبدي احاول انه انا شوفوا انا قاعده عم بحاول معاكم يعني لساتني مش كتير متاكده من الموضوع يعني قاعده بحاول انه انا هيك اسوي. وبدي ابلش انه انا ارسم لحيه. بسم الله شو ها اوكي كمان ديرتي يعني كمان ديرتي وما بتحلق. والله I think انه it's not bad على فكرة، انا مش حاسة انه bad يعني. يعني حاسه انه صح انه غير يعني كل جهه غير عن الثانيه، بس معلش يعني انا مش حلاق. والله العظيم شكلك شاب ديرتي يعني بعمرك ما تحممت. هلا بدي ارسم له السكسوك. بعديها هيك اوكي وهيك اوكي. هلا بدي ارسم الشنب. بسم الله والله العظيم انا حاسه ان انا لو بعد شوي وصلت حواجب هيك صرت تامر حسني خلاص. حلاق فاشل ما دام انك درتي وما بتحلق خلينا نوصلها لتحت. بتعرفوا شغله
حاسه انه انا بدي اخلي حواجبه هيك رجالي اكثر. صح تعال. انت مين؟ انت مين؟ بالعادة هم بيكون يعني مش هم يعني ومش الرجال كلهم بس يعني يكون في دخلهم شوي اعطيهم هيك حدة اكتر. اوكي قررت انزل له اللحية كمان شوي. طبعا يا جماعة الفيديو هاد بس فور فن. بدي اخليه هيك من هون شوي هيك معصب معصب دايما فاهمين هاد. ويت لبست الطاقية ودقيقة حلبس هالجاكيت بس شوي خلي عشان الهيبة بس مزير الميك اب اخبيه شوي. اي عاد شو نسمي الولد؟ اعطوني هيك اسم للولد نسميه. اسمي انا كرجال لو انا رجال مثلا شو بتخيلوا يكون اسمي؟ هيك بيلبق لي هيك بتحسوا هيك يعني شيء هيك فادي شادي. او ماي جاد. وصلوا يا بنات هذا هو كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وكومنت، وبحبكم كثير واكتبوا لي تحت اذا حسيت انه انا نجحت في هذا التحدي ولا لا. ويلا باي.